فعلها الأبات بنو الفاتحين، فعلها أحفاد عقبة وطارق، فعلها أبطال الجزائر وفازوا بكأس الأمم الإفريقية، وروح الحراك تسري في عروقهم الزكية. نجمهم الكبير ونجمهم الكبير رياض محرز ماذا فعل؟ سجل هدفين في نهايات هذه البطولة، ما قبل النهائي والنهائي، سجل هدفين من أغلى الأهداف التي سجلت خلال 200 عام. هدف في الدقيقة القاتلة بمرمى نيجيريا أهل فريقه للنهائي، والهدف الثاني هدف في مرمى الظالمين على مسرح التتويج حين تجاهل رئيس وزراء السيسي ولم يسلم عليه، مر من جنبه نظر إليه ولم يسلم عليه، رسالة لها دلالة، إهانة كبيرة. الله عليك يا محرز، إن كنت تقصدها وإن لم تكن تقصدها، أنت قصدها عارفين بيني وبينك يعني، فقد أفرحت قلوب ملايين الجزائريين والمصريين والأحرار. منتخب الجزائر عزيمة وقوة واحتراف بعد توكل على رب العالمين وتعظيمه بسجود الشاكرين. النتيجة كأس الأمم الأفريقية، والحراك الجزائري كذلك صمود وعزيمة وسلمية ووحدة صف وحسن تدبير وتوكل على الله، والنتيجة كأس الحرية والعدالة والتنمية والعزة قريبا بإذن الله.